يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة هتكون حلقة غاية في الأهمية ومليئة بالأحداث والأخبار المتنوعة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وبالتحديد فيما يتعلق بنادينا العظيم النادي الأهلي وآخر أخباره. طبعا وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا كلنا. كالعادة كل خميس بيبقى ضيفنا العزيز الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، والحديث هيكون مطول في العديد والعديد من الأمور المختلفة. قبل ما استفيض في الكلام عن بعض المواضيع وبعض الأخبار، خلينا نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة. يلا بينا. إشادة واسعة بانتصارات الأهلي المتتالية. فايلر أهدرنا فوزا كبيرا على الإنتاج. 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان. الفريق الأول يؤدي مرانو غدا بأسوان. رسميا البدري وقع عقود تدريب المنتخب حتى مونديال 2022. شروط جديدة لاختيار قائد المنتخب. وصلاح يتفوق على رونالدو ويقترب من ميسي. طيب بالطبع هبتدي في الحديث عن مباراة الأهلي بالأمس، وهذه المباراة الرائعة وأداء ممتاز من لاعبة النادي الأهلي من الجهاز الفني كمان بقيادة مستر رينيه فايلر، وفوز ساحق على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-0. نتيجة كبيرة وأداء مميز، بقالنا فترة كبيرة قوي قوي وما نشوفش الأهلي بنتيجة وأداء. الأهم وده شيء الناس كلها بتبقى عايزاه من جمهور النادي الأهلي، إن أنت تكسب، ده الشيء المهم بالنسبة لك، لكن تتمتع وتتمزج، وده اللي حصل امبارح من خلال مباراة الأهلي والإنتاج الحربي. في الحقيقة الواحد وهو قاعد بيتفرج بيسقف كل شوية بسبب شكل اللعب اللي بيحصل، الأسلوب الخاص بفريق النادي الأهلي في هذه المباراة. ففي الحقيقة مباراة كانت أكثر من رائعة على صعيد النتيجة والأداء بالنسبة للنادي الأهلي. 5 انتصارات متتالية لمستر رينيه فايلر، شيء ممتاز غاية في الروعة، ما كناش متخيلين إن البداية هتكون بالحلاوة دي. خلينا نتكلم على الأهداف الأول. رمضان صبحي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي دي النسخة الحقيقية من رمضان صبحي. اللعيب بيرجع، ابتدى يشتغل على المرمى بشكل مميز، احرز هدفين حتى الان في بطوله الدوري، مباراه سموحه الهدف الوحيد، مباراه الامس هدف واضاع كمان هدفين او ثلاثه كمان. فده شغل مدرب. جونيور اجايه ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا من ساعه مباراه الزمالك، احرز هدفين من مباراه الزمالك وهدف افريقي وهدف ايضا في مباراه الامس، فبالتالي ايضا تطور اداء جونيور اجايه ده اكيد شغل مدرب. محمد مجدي قفشه عمل مباراه كبيره بالتحديد في الشوط الاول، بيتراجع نسبيا في الشوط الثاني اداؤه البدني، واكيد هيبقى في شغل شويه على الجزئيه دي بالنسبه لقفشه، لكن لعيب كبير جدا جدا محمد مجدي قفشه في ظل استمرار تالق حسين الشحات، واللي قدر ايضا مستر فايلر يطلع النسخه الحقيقيه من هذا اللاعب اللي كان عليه ضغوط كبيره جدا جدا منذ قدومه من العين الاماراتي والضجه اللي كانت معموله حوالين حسين الشحات، بالاضافه لعناصر الخبره اللي عندك اللي بتادي بشكل كويس لما بتحتاجها، سواء احمد فتحي لما نزل في الشوط الثاني مكان محمد هاني، او ايضا وليد سليمان اللي احرز الهدف الرابع. فبالتالي امور كلها مهمه جدا ومميزه ومبشره، وده الاهم، واحنا بنتكلم بواقعيه. هل احنا بنقيم دلوقتي؟ لا، برضو مش هنقيم دلوقتي مستر فايلر، لا مش هنقول ان هو احسن مدير فني في مش دلوقتي خالص، لسه هنتفرج كتير وهنتابع كتير، وبالتحديد بالتحديد بعد ما تنتهي المرحله الاولى لمستر فايلر. هتنتهي امتى؟ مع نهايه مباراه اسوان، هتكون مرحله
خلصت وهي مرحلة أولى لمدير فني جديد مع النادي الأهلي، وهيبقى في توقف للدوري بسبب الأجندة الدولية ومنتخب مصر ومنتخب الأولمبي وكلام من ده، فهيكون في تدريبات كتيرة، ربما يكون في بعض المباريات يقدر من خلالها مستر فايدر يستكشف بشكل مفصل وأدق إمكانيات اللاعبين وأسلوب اللعب والطرق اللي هيبقى عايز ينفذها وأفكاره اللي هيحاول يوصلها للاعبي النادي الأهلي. لكن هل هو مدير فني جيد؟ طبعا جيد حتى الآن. هل هو مدير فني ننتظر منه المزيد والمزيد؟ أكيد هننتظر أكتر من كده، سواء من حيث النتائج أو من حيث الأداء، والأهم واللي احنا منتظرينه بكل تأكيد بطولة دوري أبطال أفريقيا. هل النادي الأهلي ماشي على الطريق الصحيح؟ طبعا ماشي على الطريق الصحيح من خلال الأداء ومن خلال النتائج حتى الآن، 5 انتصارات متتالية للنادي الأهلي ولاعبين بتتألق بشكل كبير جدا في المباريات، وده شيء مفرح جدا جدا الأهلاوية. بالتالي حالة من السعادة، مش بس عشان الأهلي كسب، لا، أول على فكرة يا جماعة، لأن الناس مضخمة قوي في موضوع أن الأهلي حلو والأهلي، دي مش مفاجأة يعني، ده طبيعي أن الأهلي يكسب الانتاج 4-0، طبيعي. ماتشات الانتاج دايما بتبقى رخمه شويه، طبيعي ان الاهلي يكسب الزمالك 3-2 وياخد السوبر، هو كان واخد قبل السوبر ده 10 مرات البطوله يعني. طبيعي ان الاهلي يكسب سموحه، طبيعي الاهلي يكسب بره ارضه كانوا سبورت ويكسبوا على ارضه، كل دي امور طبيعيه بالمناسبه، دي مش مفاجاه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. لكن الشيء اللي مخلي فيه حاله من السعاده المحسوبه شويه والنسبيه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو الشكل اللي بيتلعب بيه المباريات بالنسبه للفريق واداء اللاعبين داخل ارضيه الملعب، فبالتالي ده شيء جيد جدا، وفي انتظار المزيد والمزيد من الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله المقبله، بالتحديد المرحله الحاليه واللي هتنتهي باذن الله بمباراه اسوان، عشان يتم التفكير في مرحله اخرى هتكون غايه في الاهميه من خلال مباريات دوري ابطال افريقيا وايضا استكمال المباريات المحليه، وده شيء غايه في الاهميه. فالف الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي في كل مكان على هذا الاداء والنتيجه الرائعه، وكل التحيه والشكر والتقدير للجهاز الفني واللاعبين عقب هذه المباراة الممتازة. طبعا مباراة كانت ممتازة، لكن في نفس الوقت مفيش تضييع لأوقات واستعداد متواصل للنادي الأهلي من خلال مران صباحي اليوم، عشان عندنا مباراة بإذن الله أيضا صعبة جدا، مباراة أسوان هناك في مدينة أسوان. المباراة هتكون يوم السبت بعد بكرة في تمام الساعة 3 عصرا، من هنا جاية صعوبة المباراة. طبعا فارق إمكانيات كبير جدا ما بين الأهلي وأسوان، لكن في كل الأحوال فريق أسوان فريق طموح ومعاه مدرب جيد وطموح أيضا كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان، ومباراة هتكون غاية في الأهمية. أهمية هذه المباراة بتكمن في ميعادها اللي بيجي على طول بعد مباراة الإنتاج الحربي بيومين بالظبط، وكمان في زمن المباراة واللي هيكون في تمام الساعة 3 عصرا، درجة حرارة مرتفعة، فدي من ضمن العقبات اللي ممكن تواجه النادي الأهلي في مباراة أسوان، لكن فريقنا مستعد في ظل سياسة مستر رينيه فايلر في عدم تثبيت التشكيل حتى الآن، وكمان في التدوير اللي ممكن من خلاله يريح بعض اللاعبين في مباراة الأمس عشان يشركهم في مباراة هتكون غاية في الصعوبة أمام فريق أسوان، فبالتالي كل دي أمور جيدة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. عشان نطمن على الفريق بعد مران الصبح النهاردة وقبل السفر بإذن الله فجر الغد لأسوان، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يا شريف أهلا بيك. أهلا بيك أتحدي بيك يا زميلي أمير ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. اليوم مبروك فوز الأهلي بالأمس على فريق الكبير فريق الإنتاج الحربي ب4 أهداف مقابل لا شيء. اليوم مبروك الفوز الخامس على التوالي لمستر فايلر، وبدأ تحطيم الأرقام القياسية بالتوفيق ليه يا رب بإذن الله، يا رب بإذن الله يكون يوم السبت الفوز السادس ليه على التوالي إن شاء الله. دعوات كل الأهلاوية بإذن الله إن الراجل يوفق في هذه المهمة، إن الراجل المجتهد المخلص في شغله هو وجهازه يكون التوفيق معاه يوم السبت. خليني أقول لك إمبارح كان الماتش مباراة الإنتاج الحربي يمكن 5 الساعة 10 قبل ما الأهلي تروح، كانت 12 واحدة صباحا الساعة 10 الصبح يبقى في تمرين استعداد المباراة. طبعا أسوان الساعة 10 والنصف بالتحديد كان بداية مران النادي الأهلي، كان في محاضرة حوالي 5 دقايق
اتكلم فيها مستر خيرت وباقي الجهاز مع اللاعبين، عبر فيها عن سعادته بالفوز اللي حققه الاهلي بالامس على فريق الجبال الحارس، عبر فيها عن سعادته بتنفيذ تعليماته. وانا قلت لك سمير امير لو تم تنفيذ تعليمات مستر خيرت بعد ماتش الجبال الحارس هيكون الفوز من نصيب لاعبي النادي الاهلي، بعد الراجل اشاد فيهم علشان بداوا يسمعوا كلامه وبداوا ينفذوا الجمل اللي الراجل بيقول لهم عليها، وقال لهم لو كملتوا بالشكل دوت محدش هيقدر يقف قصادكوا الفتره المقبله، ولكن مطلوب تنفيذ تعليماتي، مطلوب التسامي، مطلوب حب الحب اللعيبه لبعضيها علشان يكون الفوز الثالث هو القادم. بعد هذه المحاضره اللي استمرت حوالي خمس دقائق كان في جري حول المنعه طبعا، وكان اطلاق، وبعد فتره الاطلاق انسحب المجموعه اللي شاركت في مباراه الامس، المجموعه الاساسيه فقط تغيير، ولكن البدلاء اللي كانوا نزلوا في مباراه الامس كملوا التمرين عادي مع باقي زملائهم. من ختامها التقسيمه تالق فيها بشده احمد الشيخ في اهداف يمكن احرز هدفين ثلاثه بشكل جمالي جدا ولفت الانظار بشده احمد الشيخ في تقسيم المباراه في كل التمرين النهارده. شارك في التقسيمه بالكامل مع سعد سمير محمد محمود عمار في التقسيمه بالكامل، سعد سمير ومحمد محمود في التقسيمه بالكامل. التقسيمه بالكامل خلاص كويس قوي، كويس جدا الحمد لله. محمد محمود سعد سمير بيشاركوا في التمرينه من الاول للاخر، يمكن عمار ايضا كان عنده اصابه شارك ايضا في التمرينه من الاول للاخر. اطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه الاهلي الحمد لله الامور ماشيه على ما يرام. الحمد لله النهارده كما قلت لك احمد الشيخ لفت الانظار النهارده في تقسيم الفيديو. باقي اللاعبين زي ما قلت لك كان في استشفاء ليهم بعد الاطلاق على طول دخلوا على الاستشفاء والسلسله. النهارده مستر بايرن كان حريص يقف في محاضره طويله مع رمضان صبحي حوالي 10 دقائق، ومن بعد هذه المحاضره كان في ايضا محاضره مع الكابتن تاني قمصان ايضا مع رمضان صبحي حوالي 3-4 دقائق. خليني اقول لك ان تدريب الحراس النهارده كان شديد اقراني، فانا عارف في كان مصطفى شهير مع الحراس كان تدريبنا قويه جدا، انت طبعا شفناه النهارده كان بيعمل الاستشفاء الخاص في مباراه الامس. لو قلت لك على برنامج الفريق في اسوان، خلينا اقول لك الاول ان الاستشفاء اختار 23 ايه اللي حصل؟ خط قطع ماشي. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي، واللي لنا كل الأخبار المتعلقة باستعدادات النادي الأهلي لمباراة أسوان واللي ابتدت النهاردة على طول، مفيش وقت خلاص، تستعد النهاردة الصبح وهتسافر إن شاء الله فجر الغد بإذن الله، الطيارة تقريبا 5:30 الصبح يعني، فبالتالي كلها أمور إيجابية ومميزة بالنسبة للفريق قبل مباراة يوم السبت. وهيبقى في مران للنادي الاهلي في تمام الساعه 3 عصرا يعني بعد صلاه الجمعه ان شاء الله بكره هناك في اسوان في نفس توقيت المباراه بالتحديد. خليني اقول لحضراتكم القائمه بتاعه النادي الاهلي مكونه من 23 لاعب في حراسه المرمى، شريف اكرامي ومحمد الشناوي اللي بيتالق امبارح جدا، امبارح شال كوره صعبه قوي قوي محمد الشناوي، كوره كانت ممكن تغير مجريات المباراه، لكن هنا ده لما يكون عندك حارس بقيمه محمد الشناوي وبثبات محمد الشناوي، فكل التحيه ليه على الفرصه اللي قدر ينقذها من امام مهاجم الانتاج الحربي. فمهم القايمه امبارح شريف اكرامي محمد الشناوي او قايمه مباراه الاسوان يعني بالتحديد، هي دي الكوره. سلام عليك يا عمر، كوره ممتازه جدا، رد فعل سريع جدا جدا يعني. بصوا حضراتكم ثبات، هو وقف واستنى الكوره، استنى الراجل يلعب الكوره، العب وانا هصد، العب وانا هتحرك، انا مركز، واضح تركيزه، المرونه اللي عنده ما شاء الله عليه، افضل حارس في مصر بدون مبالغه حاليا هو محمد الشناوي، حارس رقم واحد في مصر بالتحديد، لان احنا عندنا كمان شريف اكرامي وعلي لطفي من الحراس المميزين جدا، لكن هو عنده ثبات اكثر من رائع حتى الان، خصوصا ان هو الحارس الاساسي يعني، وحتى لو شارك شريف اكرامي او علي لطفي هنشوف ايضا حراس كبار كالعاده. نكمل قائمه مباراه اسوان، قائمه النادي الاهلي في حراسه المرمى شريف اكرامي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، خط الدفاع رامي ربيعه ياسر ابراهيم ايمن اشرف علي معلول ومحمود وحيد واحمد فتحي ومحمد هاني، في نص الملعب حسام عاشور عمرو السولية حمدي فتحي واليو ديانج، وايضا رمضان صبحي وليد سليمان حسين الشحات محمد مجدي قفشه واحمد الشيخ وجيرالدو،
وفي الهجوم كل من صلاح محسن ووليد أزارو وجونيور أجاي. دي قائمة النادي الأهلي لمباراة الأسوان إن شاء الله بعد بكرة اللي هيسافروا. دي القائمة اللي هتسافر إن شاء الله فجر الغد. نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية. سعيد جدا جدا وأكيد حضراتكم سعداء أيضا بعودة محمد محمود وسعد سمير بشكل نهائي. خلاص كده هم طبعا شاركوا في التقسيمة، إذا هم متاحين للجهاز الفني. قبل كده خلال الكام يوم اللي فاتوا كانوا بيشاركوا في تدريبات من غير التحامات، من غير ما يشاركوا في التقسيمه النهائيه مع نهايه كل مران، لكن بمجرد مشاركتهم كده يبقى خلاص المدير الفني يختار الوقت المناسب اللي يدفع بهم في المباريات. فاضافه كبيره جدا سواء محمد محمود بامكانياته الرائعه او سعد سمير بخبراته الكبيره، فده شيء غايه في الأهمية. كمان عايز أتكلم في لقطة لفتت نظري في الحقيقة من خلال التدريبات لما عرضناها كده، ما كانش تدريب النهاردة، لكن شفت الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق ونجم منتخب مصر واللي زار الفريق، وأنا بيعجبني دايما دايما أبناء النادي الأهلي المخلصين للنادي اللي هم دايما بيروحوا يزوروا الفريق يشدوا من أزر اللاعبين، حتى لو أنت في مرحلة ماشي فيها كويس أيضا تواجد الرموز والأسماء الكبيرة دي بيبقى مهم جدا جدا، وده اللي اعتدنا عليه من أبناء النادي الأهلي دائما. لقطة أنا بالنسبة لي مهمة جدا لأن دايما لعيبة النادي الأهلي سواء القدامى أو الموجودين حاليا لما يكون في حالة تواصل وارتباط ما بينهم ده شيء بيدل على قيمة النادي وعلى العلاقات اللي دايما بتكون مميزة ما بين الرموز القدامى واللاعبين الحاليين، فده شيء بشأنه بيدي دوافع مميزة جدا بالنسبة للفريق خلال المرحلة الهامة جدا المقبلة. من ضمن الأمور كمان اللي كنت عايز أعلق عليها في مباراة الأمس، ملعب الإنتاج أو ملعب السلام بالتحديد، أرضية الملعب ممتازة عشان كده شفنا أداء جيد. ممكن في مباراة سموحة الأداء كان في بعض الفترات جيد، لكن أرضية الملعب بتاعت استاد الجيش والرجاء العرب سيئة جدا، ما تساعدش إن أي لعيب يأدي بشكل ممتاز. فاطمنوا موضوع الأداء بإذن الله هيستمر لو كل المقومات موجودة وأهمها أرضية الملعب. الناس تستهتر شوية موضوع إن الملعب مش شرط يعني يكون كويس، المهم اللعيبة تلعب ويقدروا عادي يلعبوا بأداء كويس في ملعب مش حلو، لا طبعا عنصر أساسي جدا عنصر الملعب. طيب ده فيما يتعلق بمباراة الأمس وكمان فيما يتعلق باستعدادات الفريق لمباراة يوم السبت إن شاء الله أمام فريق أسوان. من ضمن الأخبار اللي بتهم النادي الأهلي وأعضائه خبر مهم جدا، وإن بكرة بإذن الله تعالى مجلس إدارة النادي الأهلي هيفتتح بوابات النادي الجديد بفرع مدينة نصر، وده في إطار الخطة الإنشائية المميزة جدا جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وخطة تطويرية بالتحديد. دي صور لسور النادي في مدينة نصر، لكن بتكلم على البوابة الرئيسية، واللي بيعدي من قدام أهل مدينة نصر هيشوف أن الأمور تطورت جدا في انتظار الافتتاح غدا. فبالتالي جهد كبير جدا بيقوم بمجلس إدارة النادي الأهلي، المستشار الهندسي كمان سامح علي كامل، وايضا الاداره التنفيذيه بالكامل. تصميم هيكون اكثر من رائع، اكيد حضراتكم هتتابعوه، اكيد هيكون معانا هنا في قناه النادي الاهلي التغطيه هتكون مميزه بكل تاكيد. فالتصميم ده بيدل على شخصيه النادي الاهلي من خلال نسر النادي اللي موجود في اللوجو، اكيد حضراتكم عارفين، وطبعا نسر النادي الاهلي هيكون هو الجزء الاساسي في بوابة الأهلي الجديدة في مدينة نصر، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية اللي أنت هتعدي بالكارنيه على طول وتقدر تكشف بقى الكارنيهات المزورة، تقدر من خلال البوابات دي اللي موقوف مثلا عند كل النادي ما يقدرش يخش، كل الأمور دي تبقى مميكنة بشكل مميز جدا، وحاجات في الحقيقة تفرح وحاجات جيدة وتطور مميز جدا بالنسبة لمقر النادي الأهلي في مدينة نصر. احنا عارفين الفترة اللي فاتت أهل مدينة نصر شاف العديد والعديد من الأعمال الإنشائية الضخمة، سواء افتتاح المنطقة الترفيهية الجديدة وكان شيء بصراحة جيد جدا، مطاعم كمان الأهلي أو مطاعم الجديدة في منطقة الفود كورت واللي بتضم 12 منفذا جديدا في أهل مدينة نصر ولخدمة أعضاء الجمعية العمومية. أيضا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادي وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطور المبنى الإداري لقطاع الناشئين، ده بخلاف التطورات اللي حدثت في الجزيرة، مقر النادي الأهلي في الجزيرة، صالة الكاراتيه، الجمباز وتطويرها، صالة الملك عبد الله الفيصل والعديد من الأمور، صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا غرف خلع ملابس
دي صور حلوه قوي، دي صور من الشكل اللي باذن الله هنشوفه بكره من امام مقر النادي الاهلي في مدينه نصر والبوابه الرئيسيه بالتحديد. والشكل الديزاين اللي احنا شايفينه دلوقتي كده ده شكل اكثر من رائع. دي يا جماعه الجزيره ولا مدينه نصر؟ اه سواء في الجزيره او في مدينه نصر عفوا هيبقى في نسر النادي الاهلي ده، وده بصراحه شايفه شيء جيد وتطور فريد من نوعه. واعتقد ان مفيش نادي في مصر بالبوابات الالكترونيه دي، اعتقد يعني ممكن وادي دجله بس، ومش هتكون على نفس المستوى اللي هيعمله النادي الاهلي كمان بكره، بخلاف بعض الاعمال الانشائيه كمان قلنا في الجزيره وكمان في الشيخ زايد اعمال انشائيه خلال الفتره الجايه، وهيبقى فيه اهتمام كبير قوي قوي بالشيخ زايد الفتره الجايه من خلال بعض الامور اللي هتهم كل اعضاء الجمعيه العموميه هناك. وفرع التجمع الخامس ده اللي هيكون مستقبل النادي، واللي تم خلاص الانتهاء من اصدار القرار الوزاري الخاص بانشاء الفرع، وتم الانتهاء ايضا من الرسومات الخاصه بالمرحله الاولى التي تتضمن انشاء المبنى الاجتماعي وناطق جلوس الاعضاء والاسوار والبوابات وملاعب اكاديميه الكره والمبنى الاداري لاكاديميه الكره. وكل دي امور ممتازه جدا من اداره النادي الاهلي. لما الناس تعمل شغل بصراحه لازم نشكرهم عليها، هم عاملين شغل جيد في الحقيقه. امبارح من ضمن الامور الايجابيه جدا اللي لازم نتكلم عنها وما ينفعش نغفلها اطلاقا، كان في حفل قرعه بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه في قصر الحراملك بحي المنتزه بالاسكندريه. شيء مبهر، شكل ما فيش اروع من كده. هي دي مصر، بنحاول ننظم حاجه ونحاول نهتم ان احنا نخلي شكلنا حلو، بيبان من خلال تركيزنا في كيفيه اخراج الشكل المناسب والمظهر المناسب. امبارح الحفله كانت ممتازه، التنظيم اكثر من رائع، الشكل كمان مميز جدا. الواحد وهو قاعد، انا بصراحه بميل لاي حاجه تدل على ان مصر بلد الامن والامان، وان مصر بلد جميله جدا وفيها معالم سياحيه غايه في الروعه، فبفرح قوي في الحقيقه. انا وطني شويه بصراحه يعني. فامبارح فرح، امبارح الواحد فرح من خلال هذا المظهر المميز في هذه القرعه. كل التحيه والتقدير للقائمين على هذا التنظيم وعلى هذا المظهر الرائع. بالتالي القرعه نتجت على او عن مجموعتين، واحنا عارفين التصفيات دي او بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه هتكون من يوم 8 ليوم 22 من شهر 11، واللي هتؤهل ثلاث منتخبات او الثلاث منتخبات مباشره لاولمبياد طوكيو 2020، وده هدف هيكون اساسي واسمى بالنسبه لكل المصريين. المجموعه الاولى بعد القرعه ضمت كل من مصر، مالي، الكاميرون، غانا، مجموعه قويه جدا، لكن احنا عندنا عناصر مميزه قوي قوي في منتخبنا الوطني الاولمبي تحت قياده الكابتن الكبير كابتن شوقي غريب، نتمنى لهم كل التوفيق. المجموعه الثانيه ضمت كل من نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، فبالتالي المنافسه هتكون قويه وصعبه جدا. كل دي امور غايه في الاهميه، ونتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي في تحقيق المراد والفوز بهذا اللقب والتاهل كمان لاولمبياد طوكيو 2020. طيب دي كانت ابرز الامور اللي اتكلمت فيها مع بدايه الحلقه. سريعا عايز اقول لحضراتكم نتائج المباريات في الدوري المصري بتحديد الاسبوع الثاني. المصري والاسماعيلي لعبوا امبارح مباراه كانت قويه جدا، المصري فاز بنتيجه 3-1، الاهلي طبعا فاز على الانتاج الحربي بنتيجه 4-0، المباراه كانت اكثر من رائعه، والواحد سعيد جدا جدا بعد هذه المباراه بصراحه. النهارده كان في ماتش بيراميدز وطنطا، بيراميدز كسبت 2-1 في ملعب طنطا، وهيكون في مباراه الساعه 8 ما بين الزمالك والمقصه، ده ايضا في مباراه الاسبوع الثاني، مباراه هتكون قويه اكيد. امبارح ايضا كان في مباراه في الشامبيونز ليج، وكان اهمها تالق نجمنا المصري محمد صلاح واحرازه الهدفين، لكن هقول لحضراتكم نتائج المباريات. كانت سلافيا براغا مع بورسيا دورتموند، بورسيا كسبت 2-0، جينك ونابولي تعادلوا 0-0، دي في مجموعه ليفربول. وايضا زينت سان بيترسبورغ كسبت بنفيكا 3-1، فالنسيا خسرت 3-0 من اياكس على ملعب فالنسيا، لايبزيج خسر على ملعبه من اولمبيك ليون 2-0،
وايضا ليفربول فاز في مباراه كانت غريبه جدا، تقدموا 3-0 وبعد كده تعادلوا فريق سالزبورج 3-3، بعد كده قدر محمد صلاح يحرز الهدف الثاني ليه والرابع لفريقه عشان تنتهي المباراه بنتيجه 4-3. كمان من ضمن المباريات ليل الفرنسي خسر على ملعبه 2-1 من تشيلسي، وبرشلونه فاز في مباراه قويه جدا على انتر ميلان 2-1 بهدفي سواريز بعد ما كان متاخر بهدف للا شيء مع بدايه المباراه. النهارده في مباراه في اليوروبا ليج، عايزين بقى نتكلم على الاهم بالنسبه لنا وبالتحديد الاخبار والعناوين اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، نروح نشوفها. الاهرام، الشياطين الحمر يتلاعب بأبناء مختار، أهلي فايلر الجديد يوقف عجلة الإنتاج المستسلم ويكتفي برباعية نظيفة. الأخبار، هزم أبناء مختار برباعية نظيفة، الأهلي واصل زيادة الإنتاج في الدوري وفايلر يؤكد بصماته. الأخبار المسائي، الأهلي يبدع، الأحمر يقسو على الإنتاج برباعية للشهرة وفايلر يواصل التألق. الأهرام المسائي، الأهلي مدرسة، اكتسح الإنتاج بالأربعة في السلام وفايلر يتلاعب بمختار، رمضان والشحات وأجاي وسليمان يدكون شباك عامر. المساء، الأهلي يبدع برباعية أمام الإنتاج، المارد الأحمر يواصل تألقه مع فايلر ويصل النقطة 6 بالدوري. المساء، فايلر ضاع من فريقي فوز اكبر، مختار لعبنا اسوأ مباراه امام الاهلي. عمر حمدي وارد ان هو يكون عنده اتجاه ان انا اطلع لعيب صغير في السن بهذه الامكانيات الرائعه زي عمر حمدي اطلعه اعاره في شهر يناير، وارد ان هو يحتفظ بيه طبقا لخططه المستقبليه بالنسبه للنادي الاهلي. كل دي امور لسه سابقه لاوانها، فعلا سابقه لاوانها، لسه شويه على شهر يناير، يعني لسه فتره الانتقالات الصيفيه لسه قافله في مصر بقى لها ما كملتش شهر يعني. مش عايزين الناس تستعجل على القصه دي، وان مفيش عمار يتمسك برحيله، لاعب ملتزم وحابب ان هو يكون موجود، لكن اكيد حابب ايضا ان هو يكون ليه دور زي اي لعيب يعني يتمنى كده. نيدفيد يعود بعد 4 اسابيع، وان شاء الله عوده نيدفيد تكون مهمه جدا، وفعلا بعد 4 اسابيع هيكون متواجد في التدريبات. متولي يسابق الزمالك للحق بالقمه، ممكن جدا متولي يلحق مباراه الزمالك يوم 19 ان شاء الله في الجوله الرابعه من بطوله الدوري. عايز اروح للمصري اليوم، المصري اليوم بتقول من ضمن برده العناوين اللي ما ينفعش نعديها، فايلر يفاضل بين طاهر محمد طاهر ومهاجم افريقي. خلينا اقول لحضراتكم من الاخر، طاهر محمد طاهر كان قريب جدا جدا من الانضمام للنادي الاهلي في فتره من الفترات، مش عايز احدد الفتره ايه، لكن هو كان قريب جدا، لكن حصل بعض الخلافات في بعض الامور. لكن هل طاهر محمد طاهر من اللاعبين اللي ممكن يكونوا مطرحين على لجنه التخطيط وبالتالي يتم طرحها على مستر فايلر؟ طبعا ممكن جدا، لكن لسه هنشوف الامور ممكن تتغير من يوم وليله يعني عادي. مهاجم افريقي ممكن برضو يكون في الحسابات هذه الجزئيه، لكن اللي عايز اقوله برضو باختصار ان التركيز دلوقتي من الجهاز الفني واللاعبين على المرحله الحاليه، لما تيجي فتره الانتقالات ويجي التفكير في التدعيمات او الاستغناءات هيتم التركيز في الجزئيه دي في توقيتها، لكن دلوقتي احنا مركزين في ايه؟ النادي والجهاز الفني واللاعبين مركزين في الماتشات. تجهيز ديانج لمباراه اسوان هو في القائمه، اختبار طبي لسعد سمير تحديد موقفه من مباراه سعد سمير بره هذه المباراه، لكن اعتقد ان هم من بعد توقف على طول سعد سمير ومحمد محمود هيكونوا في الصوره بشكل كبير جدا مع مستر فايلر. نروح للشروق، فايلر يطالب الاهلي بسرعه تجديد لاحمد فتحي. انا مش قلقان خالص موضوع تجديد احمد فتحي، يعني اللاعب حابب ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكيد حابب التجديد لاحمد فتحي، فالموضوع لما هيكون في توقيت مناسب لفتح هذا الملف هيتم فتحه واغلاقه سريعا بتجديد اللاعب مع النادي الاهلي، فاطمنه يعني. كريم نيدفيد يعود للتدريبات، قلناها تحسن في حاله محمود متولي، في تطور وتحسن فعلا في حالته، وان شاء الله يكون لائق خلال الفتره الجايه. استئناف التدريبات اليوم اتكلمنا فيه، دي كلها امور كانت مهمه. عايز اروح سريعا لاخر خبر معنا وهو الوطن، جريده الوطن بتتكلم في بعض الحاجات غير المنطقيه كده، الاهلي يدرس بيع ازارو في بلجيكا، وبيقولوا يعني في متن الخبر ان في عرض جه لازارو، بالمناسبه مفيش اي عرض رسمي جه لازارو، هنفتح بقى نفس القصه تاني، هنفضل كل شويه كده
ازارو لما يبتدي يشارك نبتدي بقى ننتقد ازارو ونقول ان في عروض ومش عروض. بالمناسبه ازارو نزل وقت قليل امبارح، في كره كان ممكن يروح بيها على المرمى، لكن دي محتاجه شويه ثقه هتيجي مع الوقت بالنسبه لازارو. بالمناسبه ازارو من ضمن اللاعبين اللي باذن الله انا متوقع وبعتقد باذن الله في ظل تفكير وعقليه مستر فايلر في التعامل مع اللاعبين هنقدر نستعيد وليد ازارو اللي احنا عايزينه عشان يكون اضافه لخط الهجوم باذن الله. فبالتالي مفيش اي عرض رسمي جه لازارو خالص من بلجيكا، ممكن يكون في عروض شفويه يمكن يعني مش وقته خالص. وجمعه يستعين بوسطاء للمشاركه، من امتى بيبقى فيه وسطاء او لعيب يروح يكلم حد والنبي يقول لمستر فايلر لاعبني؟ يعني مش اسلوب خالص، مش ده بيحصل في عمره ما بيحصل في النادي الاهلي. حاجات غير منطقيه في بعض الاحيان واخبار غير منطقيه، مع احترامنا وتقديرنا للصحيفه وايضا للصحفي اللي كتب هذا الخبر. فواسطة صالح جمعة ايه بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ اداؤه في التدريبات وكمان جاهزيته الفنيه وبدنيه. مش صالح بس، اي لعيب عشان يلعب لازم يبقى جاهز بدنيا وفنيا ويقنع المدير الفني، هي دي الواسطه. لكن هم كاتبين في متن خبر انا اكلم الكابتن سامي قمصان وبعدين اكلم مش عارف الكابتن سامي حفيظ وعايز العب، مفيش الكلام من ده خالص. فالامر مش بينطبق على صالح بس، اي لاعب هيلتزم وهيبقى جدي في تدريباته وجاهز بدنيا وفنيا مستر فايلر اكيد مش هيتاخر فيه. برنامج بدني خاص لمواجهه شبح الاصابات والكلام ده كله ايه اتكلمنا فيه خلاص. دي كانت اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في الصحف. نروح سريعا نشوف اخبار الاهلي في المواقع، يلا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يختار 23 لاعبا لمواجهه اسوان بالدوري. في الوطن سبورت، فايلر يعقد جلسات خاصه مع رمضان صبحي والسيد عبد الحفيظ في مران الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، عبد الحفيظ يعدد مكاسب الاهلي بعد رباعيه الانتاج. 1-3 حسام عاشور يغيب عن مران الاهلي. الفجر الرياضي، الاهلي يجهز محمد الشناوي في الجيم. البوابه سبورت، بينكل يقود تدريبات خفيفه لمحمد هاني ظهير الاهلي. يلا كوره، عبد الحفيظ ازمه صالح انتهت ولن اسمح بالتجاوز. في الجول، مدرب الاهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب ولماذا يشارك اجاييه اكثر من صلاح محسن. فيتو زيز سيدا ومدرب حراس الاهلي يجتمعان مع علي لطفي. صدى البلد، محمود متولي يواصل برنامجه التاهيلي في الاهلي. الشروق، الحنفي حكما لمباراه الاهلي واسوان. اليوم السابع، وائل جمعه، الاهلي يسير في الطريق الصحيح مع فايلر. نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي خد تصريحات على لسان الكابتن السيد عبد الحفيظ واللي بيعدد فيها مكاسب الاهلي بعد رباعيه الانتاج الحربي في هذه المباراه المميزه جدا جدا. خلينا نروح نشوف تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ وايضا الكابتن سامي قمصان بعد المباراه، يلا. الحمد لله، طبعا المباراه مهمه زي ما انت قلت وفي بدايه دوري ومع فرقه، يعني اعتقد ان احنا اول مره ان نحرز 4 اهداف في فرقه الانتاج الحربي. ما اعتقدش ان هو من ساعه ما صعد في 2000 من 2010 ولا حاجه لحد دلوقتي ما قدرناش ان احنا كنا نجيب في مباراه واحده 4 اجوال، فدي برده حاجه كويسه. طبعا بنحترم فرقه الانتاج على كل المواسم، بتقدم مواسم كويسه قوي او مباراه مع الفرق الكبيره بشكل كويس قوي، عندهم جهاز فني على اعلى مستوى. يمكن النهارده فرضنا سيطرتنا وشخصيتنا، لا بذكرها دايما في كل لقاءات يعني من الاول لاخر، وضع طبيعي حتى في اثناء المباراه انت بتلعب 90 دقيقه، ف يعني انت بتلعب مع فرقه وفرقه عندها قدرات كويسه طبعا، فبعض الاوقات وبعض الفرص هتتاح ليهم. يعني بص، اي فرقه كبيره في العالم كله بتلعب على بطوله الدوري، وبطوله الدوري هي الاهم،
في كل البطولات المحليه لا تقارن ابدا باي بطوله اخرى. يعني زي ما انا قلت السنه اللي فاتت بطوله الدوري وبتقارنها باي بطوله محليه ما فيش مقارنه اساسا ما بين دي ودي. فاي فرقه عايزه تاخد بطوله الدوري لازم يكون الدكه بتاعتها تقيله جدا، لازم تكون اللي بره ال 18 حتى برضو مستواهم قريب جدا. يعني بتتكلم في لو بتتكلم في نسبه مئويه 90 ل 85 كده، يعني ما تبقاش زياده عن كده، لان انت هتتعرض لظروف ممكن ما تبقاش مناسبه في الموسم. فوضع طبيعي ان اللي ياخد يكون على نفس المستوى. يعني انت بتلعب باي تشكيله الحمد لله بيقدروا ان هم يادوا ويفرضوا شخصيتهم برضو. لكن كل اللي انا عايز اقوله ان مرحله الدوري او بطوله الدوري بطوله يعني بتتاخد على مراحل البدايه والمنتصف والنهايه. احنا لسه في البدايات، عملنا مباراتين او خدنا مباراتين مع سموحه والانتاج الحربي، ودول برضو من الفرق اللي لها اسمها ووزنها في الدوري. يعني عندنا مباراه مع اسوان الساعه 3، مش عايز اتكلم على الساعه 3 والساعه 5 والساعه 7 دي، مش يعني مش مستوعبها ومش فاهمها، لكن في النهايه يعني ده قرار هنلتزم بيه. في اقل من 48 ساعه مسافرين ان شاء الله الرحمن يوم الجمعه الصبح، وبعد كده هنخوض مباراه او تدريب هناك في اسوان، استاد ما لعبناش عليه بقالنا فتره طويله، و في جو برضو هيبقى الساعه 3 الظهر يعني. فان شاء الله الرحمن باذن الله برضو نرجع بالثلاث نقط. لا احنا عندنا بكره تمرين الصبح، وبعد كده ما فيش وقت، انت مسافر الفجر الجمعه وهتتمرن هناك في اسوان في نفس توقيت المباراه. يعني الحمد لله طبعا مبروك ليك ومبروك للمو النادي الاهلي، مباراه مميزه جدا واداء مميز جدا واداء ونتيجه، كنا مسيطرين الحمد لله على اغلب المباراه. ويمكن انت قلت الحلول الكتيره بتدي افضليه لينا وبتدي حلول لينا وبتدي منافسه كويسه بين اللعيبه، وده الحمد لله الراجل اللي قدر يخرج الحاجات ديت. اتمنى ان شاء الله بس يكون عندنا استمراريه، محتاجين دعم جمهور النادي الاهلي اكتر واكتر، ومحتاجين الثقه دي، محتاجين الثقه للاعيبتنا وجهازنا، وان شاء الله اللي جاي افضل لينا باذن الله. هو الراجل اللي بيسمع جدا طبعا وبيحضر كويس جدا وبيهتم بالتفاصيل الصغيره جدا اللي بتبقى في الفرقه او الفرقه المنافسه لينا، يعني بيحضر كويس بيشتغل كويس. وانت في الاول والاخر انت بتعمل عليك، والتوفيق ده بيجي من عند ربنا، لكن طبعا لازم انت تبقى عندك اسباب التوفيق ده. واعتقد اللي هو بنسعى له، وكل المنظومه زي ما انت قلت كله بيساعد كله بيأدي المطلوب منه، واعتقد ان ده يعني ده دور الجهاز، وده شكل الجهاز اللي المفروض يكون موجود. يعني زي كل مره بقول لك ده قدر لعيبه النادي الاهلي، عندنا مباراه مهمه جدا، ثلاث نقاط مهمه جدا، عندنا ظروف سفر زي ما انت قلت اهوت، يمكن احنا هنسافر فجر الجمعه عشان الطيران، وبعد كده عندنا مباراه الساعه 3 برضو، يعني صعوبه جدا يعني في اسوان دلوقتي في اللي انت تلعب في دوت، ورغم ان هم عندهم مثلا اضاءه يعني، لكن اعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نتغلب على الصعاب ديت. في الحقيقة في أخبار كثيرة جدا محتاجة تعليق، بس أنا مش هقدر أتأخر أكتر من كده على الأستاذ الأوسي ضيفنا العزيز جدا والناقد الرياضي الكبير، واللي هينورنا ويشرفنا بعد الفاصل في فقرة حوارية هامة جدا وأخيرة من حلقة كلام في الميديا النهاردة. استنونا بعد الفاصل. أستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز، زي ما حضراتكم اتعودتوا دايما كل خميس. يا أستاذ أوسي أخبارك إيه؟ أمير تحياتي، ربنا يخليك. توحشني من كل خميس لخميس. ربنا يخليك أمير، ربنا يخليك. ده أنا اللي بتشرف بالتواجد معاك وبتشرف بالظهور على شاشة الأهلي، شرف لأي حد طبعا يظهر في هذا المكان الإعلامي أو هذه المنصة الإعلامية شديدة الاحترام. تحياتي ليك ولكل مشاهديك في كل مكان. اهلا بحضرتك يا استاذ اوسي. كلام على طول هيكون كتير في بعض الامور، لكن طبعا عايزين نتكلم بدايه عن مباراه الاهلي بالامس والمتعه. الواحد بصراحه اتمتع امبارح مباراه الاهلي والانتاج، رايك فيها ايه؟ لا لا لا، كان يوم جميل حقيقه امبارح، يعني لدرجه الواحد ما يعني ما كانش قادر يروح لماتش ليفربول في دوري الابطال. يعني هو في كل الاحوال الاهلي، في كل الاحوال يا استاذ اوسي الاهلاويه لو في ماتش مين شغال والاهلي ماتش وحش جدا هيقعد يتفرج على النادي. لا بالك لما الاهلي امبارح كان بيبدع ويمتع ويقدم اداء بدنيا مبهرا واداء فنيا رائعا، فريق مستحوذ تماما على الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه، فريق بيجيب جون في اول المباراه وبيجيب جون في اخر مباراه، وسطهم جونين ثلاث اربع تجوان ملعوبه بفن ومهاره، وفي في 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 شغل في 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 شخصيه موجوده جوه الملعب، شخصيه النادي الاهلي.
بالاضافه شخصيه مدرب النادي الاهلي، يعني الاول مره من فتره بعيده جدا نشوف الاهلي بيلعب بهذا الشكل، بهذا الجمال، بهذا الحلاوه. الاهلي يعني ما تعرفوش جاي لك منين، عامل زي الريح العاصفه في الملعب ما شاء الله، لا احد يعرف من اين تهب. هل هتاتيه من اليمين، من الشمال، من الاطراف، من العمق، هجمه مبنيه من الخلف، يعني من 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 قطري، عرضي، طولي، يعني الحقيقه لعب واداء مميز واداء مشرف واداء يعني يخليك تبقى سعيد كده وانت بتتفرج على فرقه بتلعب كره كده في مصر. يعني حتى لو مش اهلاوي، لو حد مش اهلاوي بيتفرج اكيد هيستمتع. يعني انا يعني سمعت شهادات ناس كتير جدا مش اهلاويه امبارح، يعني اتكلموا بشكل خيالي على النادي الاهلي وعلى الراجل. طبعا احنا مش عايزين يعني ندوس قوي ونفرط في التفاؤل وان الفرقه خلاص وصلت للكمال وللجمال وان الراجل ظهرت بصماته. طبعا يعني شيء عظيم جدا ان مدرب من تعيينه لغايه دلوقتي تقريبا شهر ويظهر الفريق بهذا الشكل. طبيعي جدا لو كان الفريق وحش كان يقول لك لسه بيشوف ويفكر ويجرب ويعمل، لا لا ده احنا بنشوف وبنفكر ونجرب، واللي شفناه ده بنشوفه تقريبا. احنا ما شفناش اول ماتش لعبه مع كان سبورت في غينيا الاستوائيه، لكن شفنا ماتش الزمالك، شفنا تعرض على قناه الاهلي بعد كده. ما انا بقول لك يعني شفنا ماتش الزمالك يعني اول حتى على الاقل اول 65 دقيقه في ماتش شفنا اهلي بيأدي، ليه شخصيه وليه بصمه. شفنا ده في ماتش كان سبورت برضو، يعني برضو كان بدرجه يعني اكبر. شفنا في ماتش سموحه على فترات. النهارده بنشوف تابلو كامل لفرقه النادي الاهلي بتقدم كوره قدم محترمه، بتقدم اداء مبهر. الاهلي بيجيب اهدافه من كل الاتجاهات، بيجيب من اليمين، بيجيب من الشمال، من اقصد الاطراف بيكون لها دور في التسجيل، بيجيب من العمق. لما شفنا الهدف الاولاني اللي عمله اجايس، تخلص كره مررها لقفشه، قفشه تمريره رائعه لرمضان. رمضان بيسجل بمهاره، رمضان شخصيته الكرويه بتتغير. يعني انا حاسس ان رمضان ده رمضان موهبه عظيمه منذ ظهوره في النادي الاهلي. ان كان صدفه اللي انت بتقول عليه بالضبط، يعني ان كان صدفه يعني بعد سوء الحظ في تجربته الاحترافيه، لكن رمضان موهبه عظيمه. لكن في فتره معينه رمضان بعد شويه، الان رمضان بيعود. يعني انا شايف ان رمضان بهذا الشكل واستمر على هذا التطور والمفترض ان هو يزيد، اعتقد ان رمضان هيبقى يعني فتر الكره المصريه، يعني يبقى واحد من لانه عنده المهاره، الموهبه، الفن، عنده بدني، حاجات كتيره جدا طبعا مميزه. في امور كتيره جدا جدا هنتكلم فيها باستفاضه بالتحديد عن مباراه الاهلي بالامس والمرحله اللي فاتت كلها ومباراه اسوان كمان. استنونا بعد الفاصل. كنا بنتكلم يا استاذ اوسي عن النادي الاهلي ومباراه الامس، كان عايز اسالك سؤال، هل ده انسجام سريع حصل من الجهاز الفني مع اللاعبين، ولا نقدر نفصل هذا المظهر الرائع والاداء والنتيجه الجيده جدا بالامس نفسرها بايه من وجهه نظرك؟ لا، فصلها ببصمه مدرب ظهرت سريعا. يعني بصمه مدرب يعني احنا كنا بنقول مثلا محتاجين 7-8 مباريات، الحقيقه يعني جت في 5 مباريات، يعني ظهرت مبكرا 3-4 مباريات، يعني كان ممكن يبقى قدام 4-5 مباريات لما يوصل للمرحله دي. ده دليل على ان الراجل بيشتغل بدقه شديده جدا، باهتمام كبير، بتركيز شديد، بيحفظ بشكل قوي وشكل مميز. يكفي ما فعله في النادي الاهلي. الان يستطيع اي لاعب في النادي الاهلي ان يلعب بلا قلق. يمكن لو غاب اي لاعب من الاهلي لا تقلق، لان المشكله ما بقتش في اللاعب، القضيه دلوقتي من ينفذ فكر الرجل. فدلوقتي هو مهيئ كل اللعيبه، وتقريبا كل لعيبه الاهلي الا المصابين شاركوا في الخمس، ما فيش لاعب في الاهلي تقريبا ملعب الا اللي عنده، ما بقول لك اللي عنده يعني صالح لظروف معقوله، والباقيين اصابات. يعني اما وجهه نظر فنيه واضحه جدا ومعروفه، يا اما اصابات. لكن كل اللعيبه شاركت، ودي ده فكر كروي جديد، ده اسلوب جديد، ودي قيمه النادي الاهلي. دايما الاهلي بيفتح سكك لتطوير كرة القدم في مصر. شفنا ده مع مستر فيصل لما جه وطور طريقة اللعب في مصر
وعمل نقله كبيره جدا. شفنا ده مع مستر جوزيه لما عمل ده قبلهم مستر ايدكوتي. الان نرى فايلر بيقدم شكل جديد للعمليه التدريبيه في ماتش، شكل مبهر، شكل ازاي ما يكونش عندك لاعب اساسي ولاعب احتياطي، شكل ازاي تخلق نوع من الصراع الايجابي داخل الفرقه، نوع من المنافسه القوي، الصراع الايجابي. دي معادله صعبه ان انت تحاول تعمل الصراع ده. طبعا معادله صعبه، معادله صعبه ومعادله قويه، ودي تدل على قدرات المدرب وقيمته، ودي بتعبر على الطريقه اللي اختار بيها النادي الاهلي مدربه اللي تعرض فيها لهجوم شديد جدا من ناس ما كانتش عندها المعلومات الكافيه عن هذا الرجل. وهذا الرجل بيثبت ويؤكد ان لا يشترط انك تكون اسم كبير او مدرب كبير او قدت فرق كبيره جدا، في مدربين كبيره جدا حتى في مصر هنا عندنا، في مدربين كبار جدا ما قادوش فرق كبيره جدا لكنهم مدربين عندهم فكر كروي اكبر واعلى من مدربين موجودين في فرق كبيره جدا في الدوري الممتاز. فطبعا ده حاجه عظيمه جدا وحاجه مهمه جدا لهذا الرجل اللي قدر يعمل عمليه تدوير رائعه وباسلوب رائع وبطريقه لا تغضب اللاعبين. يعني دلوقتي اي لاعب من الاهلي بيقول له اقعد، لا في حد بيغضب ولا حد بيتنرفز ولا حد بيتضايق، الكل فهم فكر الرجل ورؤيه الرجل وطريقه الرجل. صراحه طول عمره لعبت النادي الاهلي طول عمره ملتزمين. لا يعني ممكن لما واحد ما يطلع بره التشكيل يبقى بده، لكن خلاص دلوقتي كله استوعب فكر الفايلر، كله فاهم ان الدور بيلف ويجي عليه. فالراجل انت بقى عندك، يعني بقى عندك فرقتين تقدر تلعب بيهم في اي وقت، تقدر لعب ماتش يوم امبارح وهتلعب ماتش بعد بكره يعني. فمش معقوله تجهد لعيبتك، لازم يبقى عندك بدايل والبدائل على نفس المستوى. والدوري تحديدا بيحتاج الفرق اللي عندها دكه قويه، او الفريق اللي بيبحث عن بطولات يحتاج الى دكه قويه. صح. سواء في الدوري او في دوري الابطال اللي هو البطوله الاهم اللي الاهلي بيسعى لها ان شاء الله السنه دي يعني. فطبعا دي حاجات مهمه جدا وبصمات جميله جدا بالنسبه للرجل. طيب ابرز ما يميز النادي الاهلي في مباراه الامس، يعني شفنا اداء وشفنا نتيجه، بس ايه اللي لفت نظرك في الملعب؟ ايه الجديد في النادي الاهلي اللي خلانا نتبسط قوي من مباراه امبارح؟ تمام. اللي لفت نظري يعني اختفاء شخصيه اللاعب الواحد. ما عادش فيه النجم. بقى فيه اللي بيسيطر هي الشخصيه الجماعيه للفريق النادي الاهلي، الاداء الجماعي، التنفيذ لفكر المدرب، ان في كور هتتلعب في اماكن معينه ففي لاعب هيكون متواجد في هذا المكان. مين اللاعب ده؟ ايا كان اي لاعب هيبقى موجود في الحته دي هيعمل نفس الفكر ونفس الجمله ونفس التكتيك يعني. ده اللي احنا شفناه، اللي اهم حاجه الجماعيه، الاداء المنظم، الاستمرار بنفس المعدل طول الوقت، تنفيذ جمل معينه على مدار المباراه، يعني ما تحسش ان الاهلي وقع في بعض الفترات، يعني تقدر تقول ان كان في نوع من الطوفان الاحمر امبارح في الملعب، ولو كان في سوء لو كان في حظ للاعبين اعتقد ان النتيجه كانت هتبقى اعلى من كده بكتير، كانت تبقى اعلى. بالظبط يعني. شايفين ان مثلا لو جيت امبارح تقول مين نجم المباراه، هتتكلم عن عدد كبير جدا من لعيبه الاهلي المميزين. هتتكلم طبعا يعني رمضان كان عالي جدا امبارح، عالي جدا. جدا يعني مميز جدا. يعني اعتقد رمضان يعني كان فارق وواضح جدا ان هو شكله اتغير واداؤه اتغير، ان هو مسجل هدفين في 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 في, في الاربع جولات اللي لعبها، سجل هدفين في اربع مباريات. الموسم اللي عدى رمضان في 20 مباراه تقريبا مسجل جونين يعني. فطبعا ده احنا في اتجاه دلوقتي ان احنا نشوف هداف جديد في النادي الاهلي، اعتقد انه يكون ليه دور كبير جدا ومعدل تهديف كبير جدا، لانه بيخش كذلك اجايي بيشتغل بشكل قوي وشكل مميز يعني. كذلك حسين الشحات. يعني الاهلي كان بيعاني، الاهلي كان عنده مشكله كبيره جدا في الخط الامامي، والاهلي ما قدرش يجيب اللي هو المهاجم اللي هو عايزه يعني، لكن قدر فايلر من خلال القدرات اللي موجوده للنادي الاهلي ينهي هذه المشكله تقريبا، وبات يعني في عدد يعني اكتر من مهاجم جوه النادي الاهلي، اكتر من لاعب بيقدر يسجل، اكتر من لاعب بيقدر يهدف. الحته اللي هي قلب الهجوم تلاقي اجايب بيتواجد فيها، حسين الشحات بيتواجد فيها، رمضان صبحي بيدخل فيها، قفشه ممكن يدخل فيها، وليد سليمان لما جه دخل فيها. فبقى عندك اللي هو شاب سترايكر زي ما بيقولوا، او المهاجم الوهمي ده موجود، فده بيعمل شغله كويس وشغله قوي وشغله مميز جدا. فطبعا حاجه جميله وحاجه مميزه. احنا عندنا كمان في نص الملعب يا استاذ اوسي كوننا اتنين تقال قوي، عمرو السوليه وحمدي فتحي. يعني اعتقد جمهور النادي الاهلي بقى مطمن قوي في تواجد الاثنين اللعيبه دول مع بعض، واضح الانسجام ما بينهم والتطور الدائم كمان في ادائهم. ده حقيقي يعني. حمدي فتحي بيؤدي بشكل قوي وشكل مميز، وبقى واقف على ارض صلبه، وكذلك عمرو السوليه. ويمكن شفنا اليو ديانج في المباراه اللي قبل الاخيره دي ظهر بشكل كويس وشكل مميز، لاعب قوي، لاعب عنده كوره، عنده مهاره، عنده فكره، عنده رؤيه في الملعب، قدر يسجل جون. الكل توقع ان هو هيلعب الماتش ده، لكن ما كانش طبعا تم راحته
ربما يظهر في الماتش القادم. الميزه كمان دلوقتي في النادي الاهلي انك انت دلوقتي يعني مش عارف مين اللي هيلعب الماتش الجاي. ودي على فكره والرغم ان هي بتصنع حاله من القلق والمنافسه القويه داخل الفريق وبين اللاعبين، انت شايفها ميزه؟ انا طبعا طبعا دي ميزه كبيره جدا. ميزه جوه الاهلي وميزه للي بره الاهلي لمصلحه الاهلي يعني. يعني اي مدرب دلوقتي بيواجه الاهلي بيبدا يشتغل على قدرات اللعيبه اللي هيواجهها، يعني عارف ان هيواجه حسين الشحات، هيواجه رمضان صبحي، هيواجه احمد الشيخ. لكن دلوقتي هو ممكن يفاجئك انت مش عارف هو هيلعب لك مين بالظبط، فانت بالتالي مش عارف هتلعب على مين ازاي. فدي عمليه مهمه جدا يعني ان الاهلي بقى صعب 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 في التشكيل، صعب في طرق اللعب، صعب في الاداء الهجومي. هيستمر في الطريقه دي مستر فايلر اللي هو التدوير الكتير يا استاذ اوسي، ولا هو مستني مرحله معينه ويثبت فيها التشكيل؟ لا انا اعتقد هو بالشكل ده ومشاركته في 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 وفي مباريات بالتواليه بشكل كبير جدا، واعتقد ان هو يعني درس الكره في مصر وفي افريقيا بشكل كويس وشكله مميز، عشان كده هو بيشتغل بهذه الطريقه يعني. فيعني عندي احساس ان هو هيشتغل بهذا الشكل وبهذه الطريقه بشكل مستمر، هيستمر بهذه الطريقه بحيث ان انا يبقى عندي طول الوقت ما عنديش اي مشكله، عندي في كل مركز لاعبين او ثلاثه على الاقل على نفس المستوى بنفس الشكل. اذا غاب احدهما لا يسبب قلقا لله ولا للجمهور ولا للفرقه ولا تشعر بنقص على الاطلاق. لذلك انت في بعض الماتشات بتلاقي بيشيل اربع خمس لعيبه ما بتحسش باي مشكله خالص. وهنشوف الماتش اللي جاي ماتش اسوان ايه اللي ممكن يحصل فيه اضافه جديده، يعني برضو محتاجين بعض المباريات علشان التجربه تثبت يعني. لكن البشاير حلوه، البشاير حلوه طبعا يعني، حلوه جدا حلوه جدا يعني المقدمه جميله، الجواب باين من العنوان ان هو هيبقى جميل السنه دي. البعض يا استاذ اوسي بيقول لك ايه، ان مستر فايلر اقترب من الثبات على بعض العناصر اللي هتكون في التشكيل الاساسي، بدليل مباراه الامس التشكيل كان مقارب شويه ان لم يكن هو التشكيل في مباراه الزمالك. هل الكلام ده ممكن يكون صحيح او ممكن ده اللي هيحصل؟ بص، ما هو يعني في الغالب في قوام اساسي للفريق، في قوام اساسي، قوام اساسي الفريق، قوام اساسي الفريق. انت عندك فريق 11 لاعب، ممكن يبقى عندك 5 6 ثابتين، ممكن يبقى 4 يعني في العمود الفقري بتاع الفريق اللي هو الحارس المرمى في الدفاع في الوسط المدافع الناحيه الهجوميه، في 4 5 لعيبه كده دول اساسيين اعتقد ان هو مش هيقدر يستغنى عنهم بشكل كبير جدا يعني. واعتقد ان هو هيقدر يوصل للمجموعه الاساسيه دي، الكتله الاساسيه بتاعت الفريق اللي يقدر يشتغل عليها. لكن هيكون في تغييرات في نواحي تانية اللي هي العناصر المساعده والعناصر اللي ليها بدايل كتيره بره يعني. في لعيبه ليها بدايل بس هم اعلى كتير من بدايلهم، فده مهم جدا يعني. وان كان هو بيحاول ينهي الفوارق بين اللاعبين، لكن يبقى يعني في النهايه الفوارق يعني ينهي الفوارق يعني، مش يعني طبعا في كل لاعب ليه مهارته وليه موهبته يعني. احنا لو بصينا مثلا لامبارح لرمضان صبحي، لحسين الشحات، لقفشه، كل واحد ليه مهارته وليه موهبته وليه طريقته. عجبني قوي في حسين الشحات هدوءه قدام المرمى يا استاذ اوس، تخيل يعني الجول اللي جابه ممكن حد رمضان يباصي الكوره لاي لعيب يروح شات مره، لا ده وقف واستنى وركن. انا بحب هدوءه، اعصاب يعني يحسد عليه. حتى في الاسيست اللي عمله وليد سليمان تقل لغايه ما عمل طبعا ده مهم جدا. فادي مهار، ادي لاعب عنده مهار، فتلاقي ده مهارته ورمضان صبحي مهارته، ففي مجموعه كبيره من المهارات موجوده هو بيحاول يستفيد بيها وهو بيحاول يستغلها، وده لمصلحه الفريق وده مهم جدا. وغير مصلحه الفريق هيصب في مصلحه المنتخب الوطني، لان عندما يرتفع مستوى الاهلي وادائه وعندما يلعب كره جميله ده بينعكس مباشره على اداء منتخب مصر، وده لاحظناه في فترات كتيره جدا وفترات كبيره جدا يعني. طيب استاذ اوسي، المباراه المقبله مباراه اسوان، مباراه صعبه لعده جوانب، اهم هذه الجوانب توقيت المباراه ان هي جايه على طول بعد مباراه الانتاج مفيش راحه، وان هتتلعب الساعه 3 العصر. الجو حر جدا في اسوان طبعا. بتشوف المباراه دي ازاي بالنسبه للنادي الاهلي ومدى صعوبتها؟ طبعا انا يعني بدايه انا مش متخيل ان نلعب في التوقيت ده. يعني مش متخيل ان احنا في مصر. السبب ايه؟ يعني هو سبب بيقول لك ان ما عندهمش اضاءه. لا في يعني اضاءه، انا يعني رحت قبل كده ماتش الاهلي الاهلي واسوان السنه اللي قبل اللي فاتت كان في اضاءه، كان بتلعب بالليل. هم قالوا ان المولدات مش شغاله، يعني اي مبرر ان ما فيش اضاءه ان ما نلعبش بالليل. طب نلعبها الساعه 5 نأجلها شويه؟ لا نلعب الساعه 3 في اللي هي مرحله اعلى مستوى لدرجه الحراره. صعبه بصراحه. ولا كاننا رايحين نلعب في غينيا الاستوائيه يعني. فطبعا يعني قرار غريب جدا وقرار غير لائق، مش عشان خاطر النادي الاهلي، انا ارفض ان اي فريق في مصر يلعب في هذا التوقيت. حتى النهارده كان في ماتش طنطا وبيراميدز برضه كان الساعه 3 يعني، كان صعب برضه، جو صعب جدا يعني. ممكن الواحد يقول لك ايه دلوقتي، يقول لك ما هو في انجلترا بيلعبوا ماتش الساعه 1:30 و3، بس المناخ هناك غير هنا.
مختلف تماما. يعني ممكن تعمل ده مثلا يعني بدايه من شهر 11، بدايه من شهر 12 في يناير، تقدر تعمل ده يعني لما اروح العب في يناير في اسوان، يناير وفبراير ومارس في التوقيت ده الاقي الامور عاديه جدا عادي يعني. صح، مع ان احنا ممكن نفاجئ ان هو في يناير بيلعبوا بالليل. والله كل شيء وارد. يعني طبعا يعني هل المقصود ان انا يعني اضغط على النادي الاهلي؟ طب انت بتضغط على نفسك برضو يعني. يعني هو النادي الاهلي هيلعب في الحر لوحده ولا حضرتك هتلعب في الحر يعني؟ يعني طبعا يعني بالرغم ان انا راجل صعيدي وانتماء للصعيد وتأييدي دايما للصعيده، لكن انا معترض على اقامه المباراه في هذا التوقيت، لان فعلا الجو في الصعيد عامه وفي اسوان خاصه جو حر ولا يساعد على اللعب، واكيد هياثر على اداء اللاعبين واثر على طريقه اللعب. لكن في كل الاحوال النادي الاهلي ما عندوش مباريات، ما فيش مبررات يعني. ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله ومباراه صعبه، زي ما كنا اتكلمنا قبل كده قبل مباراه كانو سبورت المباراه الثانيه، والبعض كان بيقول لك ان المباراه سهله وبتاع. انا ما اعترفش غير سهله غير لما انتهت بقت 4-0، بقت المباراه سهله وجميله والاهلي خلص وكسب بمجموع الماتشين 6 جوان. اسوان فريق عمل اول ماتش خسره وعمل فيه خسر على ملعبه 3-2 من المقصه، الماتش الثاني اتعادل مع اف سي مصر، اتعادل هنا في القاهره، ده دليل على ان مؤشر الفريق في التصاعد. فريق عنده طموح، مدربه مجدي عبد العاطي مدرب برضه طموح، اول تجربه ليه كمدير فني في المنتخب، هو اللي صعد بيهم وهو اللي حافظ اللعيبه. اعتقد كمان الناس اتفرجت على النادي الاهلي وعلى طريقه لعبه، لكن هل الملعب هناك والجو هيساعد الاهلي على تنفيذ اللعب وعلى تنفيذ الطريقه؟ يعني ربما تكون هناك بعض المؤشرات، لكن اعتقد ان المباراه الاهلي واخدها بجديه. حتى يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح بعد الماتش مباشره كان اول تصريحاته ان احنا بنهتم بفرقه اسوان اهتمام كبير جدا ومقدرين الفرقه ومحترمينها، مفيش اي تساهل ولا تهاون حتى يعود ب3 نقاط من اسوان. يعني ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. لكن ايضا لسه في اصداء بعد فوز النادي الاهلي الكبير بالامس على الانتاج الحربي، وبالتحديد تالق محمد الشناوي. استاذ اوسي بتشوف تالقه وبراعته ومهارته ازاي في كوره من الكرات امبارح؟ يعني يمكن البعض كان قبل كده بيشكك في محمد الشناوي، والبعض كان بيتهم كابتن احمد ناجي بان هو بيجامله لما كان بيديله حراسه مرمى منتخب مصر. لكن الشناوي من وقت لاخر ومن مباراه لاخرى بيثبت كفاءته وبيؤكد ان هو الحارس رقم واحد في مصر. اعتقد ان الصده يعني دي حاجه خياليه يعني. يعني دي صده اللي طبعا خلي يعني بالك مش اول مره يعملها. لا يعني ماتش سموحه اعتقد كان في واحده زي دي وقبل كده. بص فاضي والواحد واخد كل بص قوته بص واقف ومركز واقف ايه ده مش على منطقه الجزاء، ده جوه ال 6 يارد تقريبا. بص يعني تقريبا هو داخل عليه حاجة يعني صد عملاقة، صد عبقرية، حاجة محترمة جدا وحاجة مميزة جدا. ده دليل ان هو حارس قوي، حارس مركز، حارس قاعد طول الوقت دماغه في المباراة. اعتقد هذا الانقاذ للشناوي يعني ساهم بدرجه كبيره جدا في النتيجه اللي عملها الاهلي، لان النتيجه في الكره دي كانت 1-0. تخيل لو كان الانتاج اتعادل في الكره دي، كان ربما اداه دفعه معنويه كبيره جدا واداه قتال جدا ورجع تكتل امام مرمى، وكان صعب المهمه جدا على النادي الاهلي. اما ان الراجل يعني قدر يعمل هذا التصدي الرائع وهذه الصدة العبقريه اللي عملها، فدي طبعا صبت بشكل كبير جدا في مصلحه الاهلي. ويمكن هو نال مكافاه من فايلر تتمثل في اشاده كبيره جدا بادائه بمستواه في المباراه. انا شايف ان الشناوي بيصير بشكل قوي وشكل جيد وشكل مميز، يا رب موفق دايما، لان زي ما قلت لك دايما لازم ياخد حقه بصراحه بمرات زي ما بالظبط. كل ما النادي الاهلي كان عنده لعيبه مميزين وحراس مميزين، كل ما ده صب في مصلحه منتخب مصر في المرحله المقبله ان شاء الله، اللي داخلين عليها داخلين على بطولتين صعبتين اللي هم تصفيات كاس الامم الافريقيه ثم تصفيات كاس العالم 22. يعني ان شاء الله نكون موفقين ومميزين في الاثنين يعني ان شاء الله باذن الله. بخلاف المباراه والجانب الفني يا استاذ اوسي، انا بحب دايما اتكلم في الحاجات اللي الجمهور بيتكلم فيها او بيتضايق منها بالتحديد. وامبارح المباراه مثلا اتفرجت عليها في التلفزيون صح؟ ايه رايك في الاخراج؟ عندنا مشكله في الاخراج، مع احترام لكل الزملاء وعادي قلت كذا مره كلنا بنغلط. هتقصد ان في اعادات كتيره جدا لحاجات لالعاب معينه، التصوير فجاه قرب كاننا بنتفرج على مباراه في افريقيا يعني. طب دي قدرات ودي امكانيات يا بعدين الصوره يعني شايطه يا استاذ اوسي الشوط يعني الاول مش عارفين. انت تعرف لو في كاميرات مميزه على الاداء اللي عامله الاهلي ده كنت هتستمتع اكتر بالاداء اللي عامله. انا بتكلم عشان نستمتع عايزين نستمتع. ايوه ما بقولك تستمتع، انت فرقه بتلعب كوره وفي حاجات كتير جدا كنا بنقعد وقت طويل اصلا على ما نشوفها. ف
فيعني نتمنى ان يتم تجاوز هذه الامور. بنحاول بس يعني نلفت النظر لبعض الامور اللي تطور بشكل افضل عشان المشاهد والمشجع. بالظبط تزيد كميه الامتاع في الدوري المصري. بالظبط. يعني اعتقد انك انت يعني دي مسابقه مصروف عليها يعني مليارات تقريبا. ليه ما يكونش عندنا كاميرات على اعلى مستوى او عدد كبير جدا؟ بس الصوره يا استاذ اسي. أنا طبعا يعني او عدد كبير جدا من الكاميرات او يعني تشتغل يعني الامور المفروض تبقى مختلفه تماما يعني. وفي بعض الحاجات ما عرفناش نشوفها بشكل قوي وشكل مميز يعني. يعني زي مثلا الحاجات اللي كان عليها خلافات مع الحكم محمد الصباحي. والراجل يعني عمل مباراه مش وحشه يعني, مباراه كويسه ومباراه مميزه. هو حكم حاجي فينا جون اوفسايد علني يعني, كره اوفسايد جدا الشوط الاول لو تفتكر. تفتكر. وغير ركله الجزاء بتاعت رمضان صبح اللي هي كانت شد واضح جدا بالبتاع يعني, حاجه لا تقبل الخلاف يعني. لكن بشكل عام عايزين نقول التحكيم السنه دي ماشي بشكل كويس. حتى الان يعني ماشي بشكل كويس يعني بشكل مميز. يمكن حتى بعض المباراه اللي عملها الكابتن جهاد جريشه واحتسب 3 ركلات جزاء لصالح المصري. مصر كانت مباراه قويه. الكل بيؤكد ان ال3 ركلات سليمه يعني. الحقيقه ما شفتهمش يعني. لا انا شفتهم ثلاثه يعني. الكل بيقول صراحه. يمكن حتى النهارده اداره النادي الاسماعيلي مطلعه بيان شديد اللهجه ضد التحكيم وضد الحكم وضد اللي حصل في المباراه يعني. فاتمنى الحاجات دي تختفي لان الركلات جزاء صحيحه وخبراء التحكيم كلهم اكدوا صحتها. لكن الامور ماشيه بشكل جيد. التحكيم لازم ندعم التحكيم المصري ولازم يكون هناك حمايه للتحكيم المصري علشان ما يتعرضش لاهانات وما يتعرضش لضغوط عشان يقدر يؤدي بشكل قوي وشكل مميز يعني. بمناسبه التحكيم, حكام مباراه الاهلي واسوان كابتن محمد الحنفي. أيوة. حكم ساحه هيساعده كل من احمد توفيق وشريف عبد الله, حكم مساعد اول مساعد ثاني, وبعدين الحكم الرابع هيكون محمد ابو خاطر. ده اللي هيكون الحكم الرابع في مباراه الاهلي واسوان. كابتن محمد حنف يعني كل التوفيق ويعمل مباراه جيده مع الاهلي يعني. هو معانا بالذات ما بيعملش مباريات جيده يعني, ليه بعض المواقف يعني. مع الاهلي. لكن ان شاء الله نتمنى ان يكون يقدم موسم يكون موفق. طبعا موفق طبعا. انا بص يا كابتن امير, انا في ظني ان مفيش حكم يعني يعني ممكن يسيء لاسمه بنفسه بايده يعني. ده شيء ما يعني مفيش حكم ممكن يرتكب خطا متعمد يعني. المشكله هي قدرات وهي امكانيات للتحكيم يعني. فانت كحكم لو بتشتغل على نفسك بشكل كويس جدا, بتشغل نفسك بدني, بتشغل نفسك فني, ادائك عالي طول الماتش, مركز طول الماتش, ما بتبصش لاي حاجه, ما عندكش حسابات, بتشتغل على اللي موجود قدامك, بتطبق العداله كما يكون وكما ترى بتطبق القانون, اعتقد ان ده هيصب في مصلحتك انت كحكم يعني. يعني نفسي يبقى عندي الحكم ده, الحكم الذي لا يرى الا العدل, لا يرى الا الحق. يا عمي على الاهلي احسب, على الزمالك احسب, على اي الاسماعيلي, على المصري يعني. كابتن جهاد جريشه كانت عندك جراءه كبيره جدا واحتسبت 3 ركلات جزاء في ماتش بيراميدز في الكاس. ركله جزاء على الاقل ما لم يكن ركلتين واضحتين, وطبعا هو اعترف بيهم بعد كده. كان في اللائحه او التعديلات الجديده في قانون كره القدم بتقول ان ما ينفعش تحسب ضربات جزاء للاهلي يا استاذ اوسي. يعني موضوع غريب بصراحه. لا ما اقول لك يعني, رغم ان دي كانت واضحه وكانت بتاعته لكن ما حسبتش. امبارح كان في ضربتين جزاء واضحين للنادي الاهلي يعني. فحاجه يعني انت احتسب. فانا بقول لك هو يعني ما اعتقدش ان الكابتن صباحي يقصد ان يظلم الاهلي او ادي اول ضربه جزاء. ربما ما يكونش بتاعت رمضان صبحي. بص يا استاذ اسي, بص لا في التشابك. بص ايده فين. هو جايبه من اللي تحت سيطرته الكوره دلوقتي؟ رمضان اهو بيجري, ورمضان اللي هيجري وهيعدي وهياخد الكوره برضه. معاذ الحلاوي بص ايده فين اهي. ادي واضحه جدا ما فيهاش يعني. هو معاذ الحناوي هو نفس اللاعب اللي عمل ضربه الجزاء بتاعت ازارو ما اتحسبتش السنه اللي فاتت في نفس الماتش لو تفتكر. يا عمي والله يعني دي ضربه جزاء بمحضر في الاسم. فالامور واضحه جدا. فانت طب ليه طيب تحط نفسك في مازق مش كويس؟ ليه تحط نفسك في وضع غير جيد يعني؟ انت كحكم ما تحسب ان شاء الله الاهلي يكون فايز 20-0. انت مالك يعني؟ الاهلي متقدم طبعا يعني. الفوز الكبير اللي عامله الاهلي مخلي الناس مش فاكره الموضوع مش ده, مش بتتكلم على حاجه. لكن لا قدر الله, لكن الاهلي كان متقدم بهدف وحيد وقت هذه الركله. طب ما الاهلي لو خد حقه وجاب جون تاني, ما المباراه فكت وانتهت بالنسبه له. صح. وبعدت بينه وبين الفريق الاخر ويقدر يلعب بالراحه ويلعب بهدوء ويقدر يزود في النتيجه. فيعني ادي كل, اعطي كل ذي حق حقه, وكل فريق ياخد حقه كما يستحق وكما يقول الكتاب وكما تقول العداله وكما يملي عليك ضميرك يعني. اهي بص السنه اللي فاتت برده كان معاذ الحناوي مع ازارو في نفس المباراه في الدور الاول اهلي وانتاج.
بص بص نفس الايد يا ضربه الجزاء الكارثيه. كارثيه، ما هو نفس اللاعب معاذ الحناوي. يعني اغرب ركله جزاء في التاريخ لم تحتسب. يعني بص والحكم الغريب، الحكم بص 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 يا حاجه يعني مش ممكن، والحكم واقف والواد مات والحارس لعب سريعا وخلصت وانتهت القصه. يعني بحس ان الحكم بيفكر 100 مره قبل ما يحسب ضربه جزاء للاهلي، مش عارف ليه بصراحه. لكن في العموم في كل احوال النادي الاهلي فاز فوز مستحق بالامس يا استاذ اوسي، واداء ولا اروع ونتيجه ممتازه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن من يلا كوره معايا خبر بيقول ان الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان ازمه صالح انتهت وانه مش هيسمح باي تجاوزات. بتشوف ازاي موضوع صالح ده والفكر الاحترافي الواضح في النادي الاهلي، ان انت دلوقتي لما بتغيب بتتعاقب في لائحه، لكن في نفس الوقت انت متاح للجهاز الفني لما يلاقيك ان انت جاهز هيختارك، ما اختاركش دي حاجه ترجع. طبعا طبعا تمام جدا. يعني وده اثبتته ازمه صالح جمعه بدرجه كبيره جدا. وصالح يعني احنا اتفقنا خير بعوده صالح، يعني رجع الموسم اللي عدى بشكل جيد وشكل مميز وكان ظاهر بشكل كويس، فتوقعنا ان الموسم ده يكون موسم انطلاقه اعظم من الموسم الماضي. لكن للاسف يعني حصلت بعض عدم الانضباطات الاهلي واجهها طبقا للوائحه وطبقا للوائح اللي موجوده عنده. اللوائح بتطبق على لاعبين محترفين بياخدوا عقود ماليه كبيره جدا، فعلى طول تمت العقوبه. نتمنى ان صالح يستوعب الدرس ويعود كما كان وينال ثقه الجهاز الاداري في الفريق وثقه الجهاز الفني في الفريق منضبطا ملتزما. اعتقد ان الاهلي محتاجه وهو محتاج للنادي الاهلي. اكيد اكيد، وهو محتاج للنادي الاهلي اكتر كمان. بالظبط، ده شيء مهم بالنسبه لصالح. نتمنى له كل التوفيق. رايك في القرعه امبارح بتاعت منتخب الاولمبي والمظهر الممتاز اللي ظهرت به القرعه والتنظيم؟ يعني الحمد لله احنا يعني اصبحنا يعني متخصصين في التنظيم. الحمد لله عاملين قرعه تنظيم جيد، تنظيم رائع، بنقدم صوره محترمه وصوره مشرفه لمصر زي ما عملنا قرعه كاس الامم الافريقيه في حضن الاهرامات. عاملين دي برضو في عروس البحر المتوسط في اسكندريه. المشهد كان حلو، كان جداً جميل جداً، كان رائع، كان يعني يدعوك بالفخر كمصري انك انت بتعمل حاجه زي كده يعني. واعتقد ان كل الوفود الافريقيه الموجوده اللي هم المنتخبات السبعه بلس منتخب مصر المنتخب الثامن، اعتقد انهم كلهم اشادوا بحفل القرعه وبالشكل اللي ادير بيه هذا الحفل وبالمنظر اللي احنا شفناه كله باضاءاته بتنظيمه بحاجاته، حاجه جميله وحاجه يعني تشعرك بالسعاده كده والبهجه. يعني طبعاً يعني حاجه كانك قاعد في حاجه يعني عالميه دوليه. فمهم جدا ان احنا نعمل الحاجات دي لانها بتعبر عن شخصيتك، بتعبر عن قيمتك، بتعبر عن قدراتك كوطن وكبلد عنده هذه القدرات يقدر يعمل حاجه كبيره جدا يعني يتكلم عنها الافارقه والعالم كله. يعني القرعه طبعا زي. يعني يعني نتيجه القرعه يعني مصر مثلا معاها مالي والكاميرون وغانا مجموعه مصر. يعني طبعا يعني احنا وقع معانا يعني منتخبات لما نتكلم عن المنتخبات قوية اللي هي غانا والكاميرون منتخبات الصف الأول ومنتخبات بترتكز على أسماء كبيرة جدا. يعني يعني انت دايما لما تقول مصر حتى لو أطفال عندهم 10 سنين دايما بيخش في ذاكرة منتخب مصر العظيم اللي هو متسيد أفريقيا. يعني فلما نتكلم عن الكاميرون، نتكلم عن غانا، نتكلم عن نيجيريا، نتكلم عن كوت ديفوار، كلها منتخبات لها اسماء كبيره جدا. مجموعه مصر تجمع فيها كل الكبار. مجمع مصر البلد المنظم، معاك الكاميرون، معاك غانا، ودول من الفرقتين اللي بيبقى عندهم دايما ناشئين ومراحل الشباب في المراحل السنيه عاليين جدا في المستوى، بل عندهم محترفين موجودين في معظم الدوريات الاوروبيه. فاعتقد ان هي مجموعه يعني مجموعه ليست سهله، مجموعه صعبه. لكن وطبعا مالي من البلدان اللي بيبقى عندها منتخبات صغيره قويه ومميزه. لكن دعني اقول لك، اذا كان الهدف من هذه البطوله ان تصل الى الالعاب الاولمبيه، فهل تخشى الكاميرون او غانا او مالي او اي فريق؟ لا طبعا. من يعني اللي بيختار الوصول للاولمبياد لابد ان يقهر كل المنتخبات اللي موجوده في افريقيا. قادرين يا استاذ، ما لم تستطع ان تتفوق على هؤلاء فانت لا تستطيع بالفعل ان تلعب في الالعاب الاولمبيه. يعني فانا مش شايف ده، بالعكس دي تجربه قويه ومهمه جدا. خلينا نطمن على منتخبنا. يعني انا شايف المجموعه الثانيه اللي هي فيها نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا تبدو اخف الى حد ما في من مجموعتنا. لكن الان كره القدم ليس فيها اخف وليس فيها اثقل، وليس خصوصا في المراحل السنيه الصغيره بيكون في يعني تقريبا مفاجآت وفي مواهب كتير جدا في الدول دي. ممكن في الكبار الدنيا تختلف شويه، لكن انا شايف ان دي هتبقى بطوله قويه جدا، بطوله يعني ناريه سيتاهل منها الالعاب الاولمبيه ثلاث منتخبات من يستحق هذا التاهل. يعني انا شايف ان منتخب مصر
في مرحله لديه مجموعه من المواهب القويه والمميزه ابرزهم رمضان صبحي يعني وعندك صلاح محسن وعندك صلاح وعندك محسن مصطفى محمد وعندك مصطفى محمد ده حاجه يعني ده هم منتخب مصر الاول يعني فعندك مجموعه مميزه جدا يعني كابتن حسام بدري هيستبعدهم بالمناسبه من المعسكر الجاي المنتخب الاول عشان هو منتخب يتفرغوا طبيعي بعد التنسيق مع بينهم وبين كابتن شوقي غريب يعني لكن يعني احنا قادرين يا استاذ اوسي على الوصول لاولمبياد طوكيو من خلال كابتن شوقي غريب واللاعبين طبعا انا شايف عندنا فريق قوي فريق مميز مواهب كبيره جدا مواهب هنعتمد عليها ان شاء الله مع المنتخب الاول في ان احنا دول هنعتمد عليهم يفوزوا بكاس الامم الافريقيه ان شاء الله المقبله باذن الله وهنعتمد عليهم ان ما يوصلونا لمونديال 22 فكيف لا نثق فيهم ونثق في قدرتهم ان يصلوا الى طوكيو 2020 الالعاب الاولمبيه والبطوله مقامه عندك هنا في مصر اعتقد هيجدوا دعم كبير ومؤازره كبيره انا شايف ان هم يعني منظمين جيدين متفوقين متميزين اعتقد الكابتن شوقي غريب لديه الكثير من الخبرات التدريبيه اللي بيها ان شاء الله يحقق حلم وطموح الجماهير المصريه العريضه في كل مكان طيب ده بالنسبه للمنتخب الاولمبي بالنسبه للمنتخب الاول بقى استاذ اوسي وخلاص هيتم الاعلان عن قائمه المنتخب بشكل نهائي المفروض النهارده بالليل بعد ماتش الزمالك والمقص او بكره بالكثير يعني من قبل الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام بدري المدير الفني الجديد للفراعنه بالتالي بوابه الاهرام النهارده بتقول القائمه وبتقول هي دي القائمه الاقرب اللي تم الاستقرار عليها بشكل كبير جدا وقالوا في حراسه المرمى محمد الشناوي محمد عواد واحمد الشناوي خط الدفاع ايمن اشرف واحمد فتحي عبد الله جمعه محمود علاء محمد عبد الغني رجب بكار محمد حمدي وباهر المحمدي في نص الملعب طارق حامد وحمدي فتحي وحسين الشحات وقفشه عبد الله السعيد رمضان صبحي محمد هاني نبيل عماد دونجا وفي الهجوم مصطفى محمد صلاح محسن هيتم استبعادهم من الاخر وفي اتجاه ان هو يضم كمان ناصر ماهر من سموحه فين عمرو شتلي غريبه بالنسبه لي انا كنت بقول لك لا هي لا طبعا مع احترامنا وتقديرنا طبعا اكيد اكيد بص زمايلنا هنشوف لسه قائمه احنا كصحفيين دايما لما بنعمل حاجه كده اكيد لنا مصادر بنستند اليها يعني أكيد. المصدر ممكن يعني يديني مثلا 90% من التشكيل ممكن خلال ال 90% دي يديك واحد كده ممكن ما يكونش بيفكر يضمه اصلا يعني فبنسبه كبيره جدا دول غالبيتهم موجودين يعني وربما نرى واحد عنصر او عنصرين تاني ينضموا اليوم يعني اعتقد ان الكابتن حسام متفرج على المرحله اللي فاتت والمرحله دي في الدوري اعتقد هو شاف اللعيبه اللي يقدر يعتمد عليها يعني ظهرت مجموعه جيده ومميزه جدا من اللاعبين وخصوصا يعني بقت عندك اهم مشكله كانت بتواجه منتخب مصر هو المهاجم فعلا كان دايما بنواجه مهاجم الان توفر عندي اكتر من بديل مهاجم طبعا عندك مصطفى محمد في الزمالك مهاجم جيد ومهاجم مميز عندك صلاح محسن في النادي الاهلي مهاجم جيد ومهاجم مميز اعتقد اتفرج على مهاجمين تانيين في عدد من الفرق الاخرى عنده لعيبه الخط الوسط الهجومي اللي هيقدر يستفيد منهم بدرجه كبيره جدا فده كله يعني متاح للكابتن حسام فدعنا ننتظر حتى نرى القوام النهائي والقوام الاساسي يعني لكن عمرو السليه يستحق التواجد طبعا عمرو السليه يعني اعتقد ان هو لاعب رقم واحد يستحق التواجد في مركزه دي حقيقه في مركزه يعني يعني قبل كل اللي حضرتك قلتهم احترامي ليهم لكن عمرو السليه هو رقم واحد في الحته اللي بيلعب فيها يعني فمهم جدا يتواجد طبعا عندك مجموعه المحترفين اللي هو استدعاهم وكلام كتير محمد صلاح واحمد حجازي واحمد حسن كوكا وتريزيجيه والنني تمام وصلاح اخر حاجه النهارده ان هو لن ياتي مش جاي قال انا خلاص مش جاي مش جاي لكن الفكره يعني هل هو اللي مش جاي ولا فعلا الكابتن حسام اللي خلاه ما يجيش والله ده تساؤل مهم جدا لان برضو في نفس الوقت كلام الكابتن حسام بيقول ان في جهاد لمحمد صلاح واللاعب برضه امبارح لعب مباراه كامله تلعب في الدقيقه 90 يعني وجاب هدفين الجهاد فين فجهاد فين انا برضه دي حاجه يعني ده لاعب وزي غريب. الفل لعب 90 دقيقه وما فيش جهاد دعنا نصدق ما اعلنه الكابتن حسام البدري ايوه من ان محمد صلاح لم يعتذر ولم يرفض ولم يمتنع عن حضور معسكر منتخب مصر ولم يمتنع عن ارتداء قميص المنتخب المصري نحن نقدر صلاح اكيد ونفخر به ويهمنا ان يكون متواجدا يعني انا من وجهه نظري مش عايزين نخوض في الحته بس دي أنا لان بص يا استاذ اوسي انا مش شايف ان في سبب ان هو ما يجيش بص ممكن تكون المباراه يعني مباراه تجريبيه ومع بوتسوانا وبتاع هو كان وجوده في المرحله دي جهاز فني جديد طبعا وروح يعني. جديده في المنتخب طبعا بقول لك وجود فيها لعيب بحجم محمد صلاح يعني وجوده كان لازم يبقى موجود وخصوصا ان دي مرحله فاضيه كل العالم بيلعب في الوقت ده بالظبط واخد بالك ده الفيفي داي فمهم جدا ان كان يعني
ان كان يبقى موجود زي انت بتقول. انا بايدك ومعاه، لكن يعني دعنا ما نصعدش المشكله، خليها تبقى، خليها تعدي، خليها تعدي سحابه يعني، تستقر على ايه في النهايه. موضوع شرط القياده هتتوقع ايه اللي هيحصل فيه؟ كويس جدا انك بس سريع. لا انا مش اتوقع، انا شرط القياده دي يعني لابد يا جماعه يكون ليها ضوابط وحدود معينه. انا شخصيا يعني ورايي ممكن يكون خطا يعني او صواب، انا ضد الادميه في موضوع القياده، ضد الادميه، ضد الادميه موضوع. مفيش حاجه اسمها بالادميه. ربما اللي اقدم ده يكون ما عندوش السمات الاداريه والسمات الشخصيه والسمات القياديه وما يكونش محبوب من الناس يعني. يا جماعه ما ينفعش كده يعني، القائد له صفات ومهارات وله قيم يعني. ممكن تجد شاب صغير بيقود شركه كبيره جدا ومميز، لو جبت لها واحد كبير واكبر واحد عنده في الشركه ما يقدرش يديرها، فهي قدرات، فهي مش 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 يعني انا اسف جدا يعني الافكار القديمه المعلبه دي يعني. زي العالم كله بيعمل كده دلوقتي يعني، يعني ايه المشكله يعني؟ اللعيب الاصلح ان هو موجود ويقدر الجهاز الفني يحدد من اللعيب الاصلح، من اللعيب الاقرب للعيبه دايما طبعا. النجم السوبر الستار اللي بيقود فريقه اللي بيمتلك مهارات بيمتلك موهبات، فده شيء مميز جدا. فيعني يا ريت ننحي موضوع الاقدميه ونعتمد على موضوع الكفاءه والموهبه في هذا الامر. كابتن حسام بدري مايل ان هو يدي شرط القياده لمحمد صلاح من الاخر يعني، لكن هنشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه. يا استاذ اوسي نورتنا وشرفتنا كالعاده، ربنا يخليك يا امير، تحياتي ليك، ويا رب ان شاء الله الاهلي دايما موفق، بيكون مصدر بهجه ومصدر سعاده لجمهوره، وان شاء الله يكون السبت مبهج. الحد بقى مبهج علينا، احنا السبت هنبقى اجازه. ايوه لا بقى السبت المبهج اللي جوار الاهلي، ما السبت خلي بالك ان السبت اه طبعا الاهلي يكسب. احنا المره اللي عدت كنا عندنا مباراه ماتشين بتاع كان سبورت وماتش امبارح يعني، كان سبت مبهج واربع مبهج يعني. ان شاء الله يوم السبت يكون يوم مبهج لكل الاهلاويه في كل مكان، ويواصل الاهلي حظه للنقاط النقطه التاسعه باذن الله، ويعود بها من الجو الحرف اسوانيا ان شاء الله. بشكرك يا استاذ اوسي، شكرا جزيلا. دي كانت الفقره الحواريه الاخيره والجزء الاخير من حلقه كلام في الميديا النهارده، ونورتنا وشرفتنا الاستاذ الكبير استاذ محمد الاوسي، واتكلمنا في امور كتيره جدا في الساحه الرياضيه المصريه بالتحديد. بكره اجازه طبعا، يوم السبت ان شاء الله هنكون اجازه ايضا عشان مباراه الاهلي واسوان، ونرجع بحلقه جديده من كلام في الميديا يوم الاحد القادم ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.